السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اصحابي الحلوين؟ وحشتوني خالص. عاملين ايه النهاردة؟ بقى معانا لعبة جميلة خالص، هي للولاد الحلوين، عشان عارفة ان كل الولاد بيحبوا المسدسات والبندقيات والرشاشات، كل الحاجات الحلوة دي بتاعت الصبيان. انا النهاردة البندقية الكبيرة دي جميلة قوي، هي قناصة كمان، لان فيها ايه يا اصحابي حلوين؟ ان فيها الجزء الفوقاني ده. عارفين الجزء الفوقاني ده اسمه ايه؟ اسمه التلسكوب. عشان بيبقى فيه ايه يا اصحابي؟ نلف كده بسرعه بسرعه نوري اصحابنا، يبقى فيه العدسه دي، شايفينها يا اصحابي اللي الضابط بيبص فيها؟ شايفين انا عايزاكم تبصوا كده من ورا، عشان لو بانت اهي ايه، شايفين؟ عشان بقى ايه يحدد الهدف وينشن عليه على طول. الله، معانا ايه كمان في القناصة بتاعتنا الجميلة دي؟ طبعا احنا عارفين احنا بنمسك من هنا، ده مكان اليد، وده مكان اللي بنتك عليه الزناد، صح؟ ومعانا ده كمان ايه؟ ده المكان اللي بيتحط فيه الرصاص او الذخيرة. يا ترى المكان ده بيتفك؟ هنشوف، يلا بينا نشوف بيتفك ولا لا. شايفين معانا في هنا كلبس صغنونة اهو، نتك عليه كده وننزل بيها كده، اهي اتفكت معانا اهي. شايفين يا اصحابي شكلها حلو ازاي؟ جميلة خالص، ومليانة كمان ايه؟ مليانة ذخيرة كتيرة، هي الرصاص، هي دي الخزنة اللي بيبقى محطوط فيها كل الرصاص ده، عشان لما ينشن الرصاص بتاعه يخلص ياخد من هنا ويعمر من فوق ويضرب على طول زي ما هنشوف في الفيديو يا اصحابي. يلا بينا بقى نركبها تاني، يلا بينا. تركيبها سهلة ولا ايه؟ يلا نشوف يا اصحابنا. اهو ده مكاننا هون اللي احنا خلعناه منه، شايفين باين معانا في الفيديو؟ ايه، بنحطها كده تحت كده ومتكه كده، بس الكليبس ده بقى بيرجع تاني مكانه كده لقدام. معانا بقى ايه كمان يا اصحابي؟ شايفين؟ يلا بقى نتفرج عليها كلها كده. الله، شايفين الجزء المدور ده عامل شبه الاسطوانه كده هون، شايفين يا اصحابي؟ وشايفين كمان هنا هو شكل رصاص، ومن هنا هو المكان اللي بيخرج منه الرصاص على طول. من هنا بقى ايه؟ القناص او الضابط بيبص بقى من المنطقة دي، شايفين اهي اصحابي اهي، نبص منها كده ايه، شايفين يا اصحابي؟ عشان ينشن على طول على الهدف بتاعه. الله، معانا بقى ايه كمان؟ معانا شايفين يا اصحابي هنا هو الرصاص لما بيخلص، ناخد واحدة من هنا ونركب هنا، واحدة من هنا ونركب هنا، وننشن على طول. وزي ما قلنا بقى يا اصحابي فوق هنا ايه؟ قلنا ده اسمه ايه؟ اسمه التلسكوب. يلا بينا بقى نشوف بيتخلع ولا مش بيتخلع. برافو عليك، وده شكله بيتخلع، يلا بينا نخلعه يا اصحابي. اهو نحركه بقى كده، اهو شايفين يا اصحابي؟ اهو بيتخلع بسهولة خالص، شايفين يا اصحابي؟ اهو الله، جميل خالص. تقريبا هي دي المستويات، عشان نقرب ونبعد منها من هنا كده من الصور ده. العدسة اهي من هنا شفافة اهي، شايفينها يا اصحابي؟ ومن هنا من جوه شايفينها باينة معانا اهي في الخلفية بتاعتها في الكاميرا اهي، الجزء ده هنا اهو، شايفين شكله بيبقى عامل ازاي؟ اهو ده اللي بنحدد منه على الهدف على طول، عشان نطلع بالرصاصة من تحت بقى من هنا زي ما قلنا هنا كده في البندقية، من هنا المكان الاحمر ده. يلا بينا بقى نشوف هنعرف نركبها ولا مش هنعرف نركبها. انتوا شطار خالص، انا عارفه انهم شطار، اصحابي الاولاد اللي معانا في القناه شطار خالص. نحطها بقى كده ونمشيها بالراحه كده اهي، نزقها بقى كمان كده بس كده، ركبت معانا اهي. الله، لو معرفناش بقى ايه نعملها، لو حبينا نفكها كده ومعرفناش نعملها، نخلي حد كبير يساعدنا ويركبها لنا، ويركب لنا كمان مكان الذخيره دي. ايه رايكم بقى يا اصحابي؟ يلا بقى نلف ونشوفه كده من الناحيه الثانيه، شايفين يا اصحابي؟ الله، نفس الشكل برده من الناحيه الثانيه، ادي الايد اللي بنمسكه منها، ادي مكان الزناد اللي بنتك عليه، مكان الذخيره اللي قلنا عليها هي، والرصاص بيطلع من هنا يا اصحابي، ومن هنا كمان اهي من الصواني ده، شايفين فيها ايه؟ فيها لمض صغيرة هي اصحابي، شايفينها؟ اكيد اللمض الحلوة دي بتطلع نور، شايفين معانا كام واحدة؟ واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة. الله، وادي الاسطوانة اهي، وادي ايه من قدام زي ما قلنا واتفقنا. وفي هنا كمان معانا ايه اصحابي يا حلوين؟ حزام اهوت، وبيتخلع وبيتركب برضه، عشان بيتركب على الضهر، شايفين؟ بيتخلع من هنا وبيتركب، ومن هنا كمان. يا ترى بقى القناصة بتاعتنا الجميلة دي هنشغلها ازاي؟ ندور بقى على مكان الحجاير، نفتحه بقى من هنا كده اهون، عشان نبدأ نشغلها. هتاخد كام حجارة؟ هتاخد اربع حجاير. يلا بينا نشغل.
يلا بينا بقى نحط الحجار يا اصحابي يا حلوين، يلا بينا. واحدة هنا كده وواحدة كمان هنا كده، بالعكس كده. شطار يا اصحابي، انتوا شاطرين خالص. نحط واحدة كمان هنا، دي كده تلاتة، ويلا نحط الرابعة. برافو عليكو، يلا بقى نحط الغطا بتاعنا الجميل يا اصحابي. يلا بينا، يلا بقى نشوف هنلعب بيه ازاي. هنمسك كده وبصوا بقى، انتوا باصين هنا اهو في العدسة الجميلة، صح يا اصحابي؟ يلا بينا بقى ننشن سوا. شايفين الليزر؟ عايزين نعمله بالجنب كده عشان اخضر وازرق. الله عجبكم؟ يلا بقى بصوا معايا هنا في العدسه الجميله دي عشان ننشن على الحرامي. الله برافو عليكم. الله عجبكم بقى القناصه بتاعتنا الجميله دي؟ اكيد عجبت كل اصحابنا، ده حلو خالص. شفتوا بقى احنا جايبين لكم العاب حلوه ازاي يا اصحابي؟ العاب جميله خالص، صح يا اصحابي؟ لو عجبكم بقى القناصه بتاعتنا الجميله دي يا ريت نعمل بقى لايك ونعمل شير للفيديو ونكتب في الكومنتات والتعليقات ايه اكتر حاجه عجبتنا في الفيديو بتاع النهارده الجميل، ونعمل سبسكرايب واشتراك عشان نجيب لكم العاب كتير قوي يا اصحابي يا حلوين. ماشي يا اصحابي يا حلوين؟ يلا باي باي يا اصحابي، باي باي.